مطلوب حاجه تاني؟ مطلوب تمويه اكتر من كده يا دكتور. تمويه اكتر من كده ازاي؟ نسوي عزيمه في بيتك يوم الخميس بمناسبه الاجازه، وتصير انت وزوجتك تعزموا اصدقائكم من الجاليه العربيه المصريه وبعض الجاليات العربيه الاخرى. الله الله الله، دي فكره رائعه. اتفضل. ده انا اكيد المدام عندي هيسعدها جدا ده، بس للاسف انا لسه ما كونت صداقات حقيقيه في البلد هنا. يعني بسيطه، بعطيك الاسماء وارقام التليفونات والعناوين لكل الاصدقاء اللي ممكن تتصادق معاهم. ايوه، المساله مش بس في الاسماء والعناوين، المساله ان انا مش متعود اصلا اعمل حفلات، اقصد يعني ما اعرفش ترتيبات الاشياء دي. انا بصدر تعليماتي للعلاقات العامه تبعنا، بتسوي كل شيء في الحفله. خطه التمويه دي جزء من العمل، لازم نحيط كل تحركاتك بالسريه التامه. دخلنا مرحله الجد يا دكتور. ما تخافش يا رأفت، دخلنا مرحله الجد، يعني المراهقه اللي انا ما عشتهاش وانا صغير لا يمكن عايشها دلوقتي، لا يمكن. ده شيك بالمبلغ اللي طلبته من الصندوق عشان عمليه الست الوالده. دي عملت العمليه الحمد لله، هتخرج بكره. تخرج بالسلامه، اهو برضه ينفع، خد اصرفها. على العموم الشيك ده جه في وقته، بس انا الحقيقه عاوز اشتري عربيه لاحمد ابني، عربيه بالتقسيط. اشتغل يا سيدي في شركه ومشترطين عليه انه لازم يكون عنده عربيه. كويس قوي. اطلب لي دوسيه السيارات وشروط التقسيط. انت بقى تختار الماركه اللي على مزاجك وانا هوقع لك عليها كضامن. انا متشكر قوي يا عبد الرحمن بيه. استناني هنا، انا جاي حالا. ازيك يا شريف؟ ازيك يا احمد؟ اول ما كلمتيني في التليفون سبت كل اللي في ايدي واتجري. حصل حاجة تانية لماما؟ لا أبدا ما حصلش حاجة، بس الفلوس اللي أنت اديتها لي ساعدتها بماما أهي. جبتيهم منين؟ أصل خالي جه وصمم إن هو يدفع كل المصاريف اللي استلفناها، وبعدين هو هيتكفل بعلاجها. متشكرة أوي يا أحمد. طيب خليهم معاكي. لا يا أحمد لازم تاخدهم، وربنا يخليك ليا. على إذنك. الله الله الله، طب ما أنت طلعت روش و100 فل و10 أهو. امال في ايه بقى؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي تضرب لك السيجاره دي وتعمل لك احلى دماغ. خد. بقول لك يا استاذ ابو خاطر، لو سمحت، انت عارف كويس اني ماليش في الحاجات دي. وبعدين يا اخي انت لا صاحبي ولا قريبي، كل اللي بينا انك تدربني على شغلانه السيلز مان وبس. واذا كان مش عاجبك انا ممكن اخد العربيه دلوقتي وامشي حالا، وكل واحد منا في طريق يا اخي، وبناقص الشغلانه دي عشان خاطر. الله الله الله، استاذ ايه؟ رايح فين؟ انت مالك عصبي قوي كده ليه؟ خلاص يا سيدي. اتفضل نشوف خط سيرنا. التليفون بيضرب يا مدام، اروح ارد؟ ما نار بره هي اللي هترد يا بنتي. انا ما بحبش الاسلوب ده خالص يا فندم. ماما في تليفون عشان لو حد من الاجزاء خانه قولي له انا جاي على طول. لا هو مش عشانك، هو عشاني، بس انا مش عايزه ارد. الو مين؟ قفل السكه. مين اللي كان بيتكلم يا منار؟ شباب مش متربي، لما يتكلم تاني مرة اديهوني أنا أرد عليه عشان أعلمه الأدب. هاني، أنت يا ولد يا هاني. مالك؟ مالك يا ضهي عليا من جوه؟
مالك كده داخل وواخد في وشك؟ في ايه؟ فين المحروس ابنك يا هانم؟ موجود يا ضي عينيا. خير ان شاء الله. هو فين؟ خير. انت كنت واقف تحت بيت المستشار رأفت الغندور بتعمل ايه يا فندم؟ بصراحه انا ما شفتش شفته منان الظرف شارحهم، وبعدين ما كنتش عارف ان حضرتك فاضي عشان تقعد تراقبني. فعلا بعت واحد يراقبك عشان تصرفك الغبي ده ممكن يضر بمصلحتي انا شخصيا. خلاص اعمل زي جدو نعيم اتبرى مني. هاني عيب يا حبيب قلبي تكلم باباك بالشكل ده، عيب. لا سيبيه يتكلم زي ما هو عايز، وخلينا نتكلم بالطريقة اللي هو هيفهمها. انت يا فندي لو اتصرفت اي تصرف يحرجني مع المستشار رأفت الغندور بلدياتي، انا هاخد منك العربية وحمنع عنك المصروف. مش كده بس، وححبسك، وبشرفك ما هيكون حبس معنوي. ومن انت حضرتك بتعمل حساب لمشاعر اي حد عشان تعمل حساب للمستشار رأفت الغندور؟ ده مش عشان بلدياتي وبس، انا بستجدعه. ويهاني لازم تعرف ان تهديدي بجد، ولو مش مصدقني حاول تكسر كلامي وهتشوف. هاني ابوك لما بتلبسه روح جدك نعيم ما بيبقاش عارف هو بيقول ايه، فعشان خاطر قلب امك خلي المسائل تعدي شويه يعني اليومين دول. مساء الخير. مساء النور. والدة المستشار رأفت الغندور اوضتها فين من فضلك؟ حضرتك اخر اوضه على اليمين. اهلا وسهلا، انستي وشرفتي. ميرسي. سلامتك يا فندم. تسلمي يا حبيبتي، انا ما شفتكيش قبل كده، حضرتك مين؟ دي يا امي خليده ممدوح زميلتي. ها زميلتك؟ انت بتضحك عليا ليه؟ هما بيعينوا ستات دلوقتي في القضاء؟ يا امي زميلتي من ايام الجامعه، زميلتي في كليه الحقوق. قول كده انا فهمت دلوقتي. قولي لي يا قمر، حضرتك متجوزه؟ وجوزي والله كان جاي معايا بس طلع عنده اوفر تايم النهارده. متجوزه نقلبك طلع على شونه يا حلو. قمر بعدين؟ ولا بعدين ولا قبلين، خدي بالك من الواد ده، اصل عيني زايغه عاطفي يعني، وبيتجوز يعني بيحب يتجوز كتير ويطلق كتير. اهلا وسهلا، انستي وشرفتي. حقيقه انت جيتي على اخر لحظه، ماما اصلها يمكن ان شاء الله تخرج بكره من المستشفى. بالسلامه ان شاء الله. سلمي. الاستاذ حسن الحقيقه قال لي من كام يوم بس انا ما قدرتش اجي الا النهارده. الحمد لله ان انا اطمنت على سلامتها. هستاذن انا بقى. تسلم رجليك يا حبيبتي، شرفتيني. خطوة عزيزة. وده كلام، انت ما شربتيش حاجة؟ طب اقعدي بس اشربي حاجة وانا هوصلك لحد باب المستشفى. ملوش لزوم، انا هستأذن عن اذنك. مع السلامة. اتفضلي. انستي وشرفتي، احنا متشكرين جدا على الزيارة دي. مالك يا مدام حبيبي؟ وقفتي ليه؟ مفيش. مالك؟ انت مرتبكة كده ليه؟ مش عارفة اقولك ايه؟ انا في محنة، محنة كبيرة قوي. محنة؟ لا لا، لو سمحتي لي نقعد في مكان عام وتحكي لي كل حاجة بالتفصيل. لا مش هينفع، وبعدين مش عايزة اسبب لحضرتك مشاكل. كفاية انك وصلتني لغاية هنا، كفاية. رد عليا، ايه اللي بينك وبين رأفت الغندور؟ ولا اي حاجه من اللي في دماغك. انت عارف ان حسن من يوم ما جالي الاداره وقال لي ان ام رأفت بتعمل عمليه وانا بتحايل عليك عشان نروح المستشفى وانت رافض. حاولت اقنعك بحق الزماله وعشره ايام الكليه، انت ما رضيتش. مش كان اكرم لك واكرم لي
نروح المستشفى مع بعض وتشوف بنفسك ايه اللي بيني وبين رأفت. ايه الاسهل يا حامد، انك تبقى بني ادم طبيعي ولا جاسوس؟ خلاصي، انا عايز اعرف ايه اللي في رأفت الغندور احسن مني. قمصانه، بيدلو، كرفتاته، شكله، لون شعره، كلامه. مش هي دي بس الفروق اللي بين البشر؟ بطلي فلسفة بقى ورد عليا. احنا وصلنا لطريق مسدود يا حامد. كنت فاكرة ان عشرة السنين هتخليك تصدق اخلاصي. كان متهيألي ان في يوم من الايام هتقعد جنبي نقرا صلاح عبد الصبور وكل دول وغيرهم. هنروح سينما، مسرح، نخلف اولادي حامد، ولد وبنت، نربيهم بالحب ونعلمهم حب الدنيا والجمال والشعر. من قبل ما نتجوز وانت عارفه ان انا ما بحبش الشعر، وعارفه كمان ان الراجل لما ما يقدرش يحب مراته ما يعرفش يجيب منها عيال. ليه ما قدرتش تحبني؟ طول عمري خايف لا تفضلي تحبي رأفت. وازاي افضل احب واحد عمره ما حس بيا؟ حامد اللي كان حب زمان دلوقتي بقى اسمه صداقه. ما تضحكيش على نفسك وعليا. الصداقه بين الراجل والست ما تنفعش، تبقى باكش ضحك على الدقون. يا حامد، ازاي تفتكر ان ممكن يكون جوايا لسه ذره رغبه في اني اتجوز رأفت الغندور بعد كل اللي حصل له وحصل لي؟ رأفت ما بقاش رأفت بتاع زمان، بقى المستشار رأفت الغندور، اب لولد وبنت، ولد جميل خريج تجاره، وبنت اجمل خلصت ثانويه عامه وبقت على وش جامعة. وانا كمان يا حامد ما بقتش البنت الصغيرة مطفرتين وشنطة كتب حضناها عشان تحوش غول احلامها لينفجر. تعال بص، الست المهزومة اللي في المراية دي هي دي خليدة ممدوح اللي كانت بتوقف الجامعة على رجلي بشعرها مش بجمالها. طب اقنعيني بسبب واحد بس من روحك المستشفى، اذا كان الكلام اللي انت بتقوليه ده صحيح. عمرك ما حنيت لذكريات الطفوله والشباب؟ وحن ليه الا اذا كان في سبب يخلينا حن؟ من غير اي سبب او ليه في الدنيا، ذكرياتنا جزء من حياتنا، ولغايه الانسان ما يموت او يفقد عقله ذكرياته بتكبر جواه زيها زي اي ملمح من ملامح وشه، وبيسري عليها نفس قانون الزمن. الذكريات بتكبر بتعجز وتشيخ زي أصحابها، مش بيفضل منها غير صورة باهتة. ساعات بنحب نبصلها نضحك أو نحزن للحظة وينتهي الموال. صدقني يا حامد، مستحيل الإنسان يعيش لحظة فاتت وعدت. نحن للماضي آه ممكن، لكن نعيشه تاني لا، مستحيل. مش هتقدري ترتصيني بكلامك ده. طلعني وصرفت. هستنجد بصحابي. الست اللي تصاحب رجالة بتبقى منحرفة. بتعملي ايه يا ماما؟ حبيبتي بعمل كشف بالطلبات اللي هجيبها عشان الحفلة اللي هنعملها قبل ما نسافر باريس. اه طبعا، هيكون فيها سفير المصري ومراته. اه طبعا. عارفة يا رمنا، انا بقى بفكر اكتب مذكراتي، لاني عارفه لما نروح باريس هعيش اجمل ايام حياتي. هحضر حفلات فيها كبار المدعوين وفيها سفرة من كل البلاد،
كمان عايزه اعمل ريجيم عشان بيوت الازياء اللي لازم احضرها عشان اعمل شغل. عشان تروح تشتريها من بكره. لا لا طلبات ايه؟ حضرتك رايحه معاك. انت هتجيبي كل طلبات الحفله من اكبر اوتيل في البلد. نعم. عايزهم يعني ياكلوني على مزاجهم؟ نو حبيبي انا اللي لازم اعمل المنيو. يا روحي رايحي نفسك هيقولك اللي انت عايزاه. انا في موضوع تاني مهم عايز اناقشه معاكم دلوقتي. عارفه. عارفه ايه؟ ده مش عن الحفله والاكل. ده انا لسه بفكر فيه دلوقتي حالا وانا جاي. مش المدرسة الثانوية اللي هتقدم فيها كان هنا ولا في مصر ولا في باريس. الله 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 الله. على فكرة يا مادموزيل أنا معجب جدا بذكاء الست مامتك. طلعالي. يا حياتي. لا يا جماعة خلينا نتكلم جد. قول يا حبيبي احنا هنسافر باريس عشان نعيش فيها ولا مجرد فسحة وزيارة؟ والله ده لسه ما تحددش لغاية دلوقتي. المهم بالنسبه لي انا عايز اعرف يا حبيبتي انت تحبي تدرسي هنا ولا في مصر ولا في بري؟ اللي تشوفوه بس المهم اكون معاك. جميل خلاص انا هكلم ممكن رافض في التليفون اخليه يبعت لي ورقك وان شاء الله ربنا يسهلها. اديك خارجه اهو يا ست الكل. الف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. تسلم لي عمرك يا حبيبتي يا بنتي يا رب يخليكي. بقول لك يا احمد عاوزك تروح لعمك حسن في المرسى قول له بابا عاوزك ضروري عاوز يشتري عربيه جديده وعاوز ياخد رايك. دي الحكايه بجد بقى؟ الا بجد طبعا بجد. هو من امتى يعني سياده المستشار وعدك بحاجه وخالف؟ ربنا يخليك لينا يا بابا يا رب. بس لو رحت له المرسى وما لقيتوش اروح له البيت؟ يا اخي يبقى بكره تروح له. هي الدنيا طارت يعني؟ شيل الشنطه بس عشان توصلنا الاول. يلا يا جماعه يلا. يلا ندل على سلامتك. فرحتي الدنيا دقي يا قلبي غني عليا. مين؟ انا سونيا. ادخل يا سونيا. جود مورنينج. لا شوفي بقى من هنا ورايح تقولي صباح الخير عشان ارد عليك. صباح الخير يا هان. يسعد صباحك يا عسل. المطلوب اهو. تسمحي لي بقى اوضب الاوضه؟ لا 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 خليكي الاوضه كده متوضبه. هعمل لك زردت شاي. افندم هعمل لك زردت شاي ولا هتعملي لي فيها خواجاي؟ لا ابدا بس في الحياه مستغربه. لا من هنا ورايح بقى ما تستغربيش خالص. طيب حاضر. الاستاذ عاطف رياض عايزك تمدي له الاوراق دي اصل الشغل متعطل. سونيا انا في شهر عسل يعني اجازه. طيب اتجرأ واسأل على العريس هو كمان في اجازة؟ حسن حسن في الشغل. الناس دول كده الشغل عندهم اهم من اي متعة في الدنيا. ما شفتش جلال يا ابني؟ ورشة جلد ولا جلال؟ ايه اللي جايبك هنا يما؟ جاي اطمن اشوف كلام العيال اللي قالوه ده صح ولا لا. لقيته صح. ادي انت سايبه ابوك وما بتساعدوش في شغله. عبد الفتاح مش ابويا ده جوزي وعايز يمربطني معاه في شغل الزباله بلوشي. ما انت كنت شغال وساد. ايه اللي نمرضك بالشكل ده؟ ضروري الريس حسن ضحك عليه. هو فين الريس حسن ده؟ مؤموري. يعني نرضيك يا ريس حسن ان انت تعصي العيال على اهاليهم اللي بيشقوا عليهم؟ ما تصدقهاش يا ريس حسن. عبد الفتاح جوزها ده حشاش وسكري وما بيصرفش عليا. ده بياكل عليا عرقي ويشغلني ببلاش وكل ليله يضربها وياخد فلوسها من بيع الجرجير. اخرس سوالك بقطع لسانك. يا ست ام جلال انت مش عاوزه يشتغل ويكسب ويصرف على روحه؟ يكسب بالشغل مش بالكلام. اهو ابنك بيشتغل وبيتعلم صنعه ويوميته بقت 5 جنيه. صح يا ولا؟ صح ياما. امال انا فين الفلوس؟ انا ما شفتش حاجه. ما انا خايف ياما ده جوزك يلف شايلهم بعيد عن ايديه. يا رجعت من شغلك على نص عين امك. مش بكلمك حد وترد عليه. يقول لك ايه يا عبد الفتاح؟ هات لي انت هات لي في الفلوس اللي اديها لك حسن. ما خدتش حاجه. كل الورش اللي خلقها ربنا في الدنيا بتقبض الخميس.
النهارده الخميس. الرئيس حسن قال ما عندوش فلوس وهيقبضنا يوم الخميس الجاي. وسددته سددته اخيخه، اصرف فلوسكوا واصرفوا على الحرمه اللي اتجوزها وانتوا تطلعوا شلطتك ولطي. انا اخر الدلعك في ابنك، عايز الواد يقطع كرونيا مبقاش انا عبد الفتاح الاسكندراني لو ما روحتش للي اسمه حسن ده وشرعته، لو ما ادانيش شكرتك على الداير مليه. اجري ياما وراها دي بلاش فضايح. ما هو كلامه صح، كل الورش بتقبض يوم الخميس، اشمعنى يعني الريس حسن؟ ولا هو بقى ده النطاعه للكل ولا ايه؟ لا ياما، اوعي تقولي كده على الريس حسن. انت مش بتقول انه خد عرقك الاسبوع بحاله وما قبضكش؟ لا قبضني، بس انا قلت كده قدام جوزك احسن يلهفه حتى. شوفي ايه دول يا واد؟ كام دول؟ محوش لحد دلوقتي 100 جنيه و10 غير ال 30 دول، وكل ما بجمع 200 جنيه بديهم للرئيس حسن يحطهم في دفتر التوفير بتاعي. لك يا دلوقت لو فضلت احوش كده الفلوس هتقطع، عشان يوم من الجواز اعرف افتح بيت. حبيبي يا ضنايا، ده يوم المنى اصغرت. لا اجري انت بس ورا جوزك هاتيه بدل ما يحقنن على الرئيس حسن وهو لسه عريس. لو انت فاكر ان عبد الفتاح هيروح للرئيس حسن صحيح، ده فتح صدر، ده لا يقدر يطلع سلم ولا غيره. الخمره والحشيش هدوا حلو لحسوا دماغه. خد يا حبيبي حط فلوسك مطرحها وارجع كمل اكلك يا دناي. ايش ايش ايه ده كله؟ شمع منور وورد في القله. مبسوط من مراتك حبيبتك؟ مبسوط بس ده انا هطير من الفرح. وانا كمان يا حسن. افتح حرام يا نور، افتح اكل ميت يا ما. ايه ده حسن؟ ما تفتحش هيقتلك. يقتلني؟ يقتلني حسن. في ايه؟ اما تديني فلوس الهاتف من مراتي دلوقتي، اما هنشرحك دلوقتي. فلوس جلال دي امانه عندي وانت مالكش كلام معايا. اتفضل. بدل ما تسرق فلوس الهتامة وتصرف على مزاجك اديني فلوس الهاتف من مراتي. بقولك يا حرمة قولوا له اسر الشر بدل ما رملك بقى. رملها بقولنا على فانا عجل. استنى اللي حصل له. تعالوا 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 مش شاكل مع راس حسن. انت على راس حسن افشع مش بقولنا وانت هتاخد حقك. هتاخد حقك زي ما انت عايز. افتح راس حسن. اطلع فين؟ امشي قدامي. احنا اتفقنا ان اللي يعمل ده الدقص في ولاد حتته نعمل فيه ايه؟ انك تعيش وسط ناس متخلفة بالشكل ده. مش ذنبهم انهم متخلفين، اهمالنا ليهم هو اللي عمل فيهم كده. عشان كده انا بحلم للناس دي بحاجات كتير، حاجات كتير قوي تخرجهم من اللي هم فيه. تفتكر ممكن؟ الدنيا علمتني ان مفيش حاجة مستحيلة. وانا معاك يا حسن، ايدي في ايدك والاخر المشوار. سيسو الأوراق دي وصلتنا من رأفت من مصر عشان تقومنا ومعاها جواب شخصي ليك. اقرا بقى براحتك عشان أنا عايزة أطلع من واستعد للحفلة بتاعت بكرة عشان أبقى فريش ومنورة كده قدام الناس. تصبح على خير يا حبيبي. طيب هبص بس على الرفوف على ما تسلم الطلبية للدكتور. أوكي. مش بابا كان قال انه هيشتري عربيه جديده؟ يعني ما انتش عارف دماغ ابوك؟
مش عاوز يشتري عربية إلا ومعاه حسن، بيقول إن هو اللي بيفهم في الحاجات دي، وإمبارح بعتك ليه أنت ما عدرتش فيه. أنت بتعمل إيه عندك؟ أنا رجع الحاجات اللي حطيتها في الشنطة يا حرامي. لا يا مصيبتي، دي أدوية مخدرة مش بتتصرف إلا بروشيتا. أنت إيه اللي حدفك على الحاجات دي؟ سيبه لي يا دكتور، سيبه لي أنت يا ماما، وبلغ البوليس بسرعة. وبلغت البوليس بقى ولا ماما خافت تبلغ البوليس زي عوايدها؟ لا طبعا بلغنا البوليس وجه وعاه، وماما قالت لهم على كل الاصناف اللي خدها كلها ادويه مخدره. وانت ناوي تستمر في الشغل في الشركه دي؟ لو حضرتك عايزني اسيبها اسيبها. لا انا نصيحتي تستنى لما تشوف مدير الشركه هيعمل ايه مع اللي اسمه مخاطر ده. ما هو مدير الشركه لما يبقى مش عارف الناس اللي بتشتغل معاه، وخصوصا الناس اللي بيدربوا غيرهم، يبقى مدير فاشل. اتفضل انت روح الشركه، انا محتاج نص ساعه تركيز قبل ما ادخل قاعه الجلسات. لا يا احمد، طمن سياده المستشار خالص، وانا مستعد اروح له بنفسي واقول له اني مش ممكن اقبل انسان منحرف في شركتي مهما كان شاطر في شغله. وعلى فكره دي صوره من قرار فصل مأمون ابو خاطر، لو سمحت وريها بنفسك لسياده المستشار. انا متشكر جدا يا فندم، بس في الحقيقة ماما كانت خايفة لحسن أبو خاطر يفكر إنه ينتقم مني عشان بلغنا البوليس. لا، النوع الحرامي ده جبان أكبى مما تتصور، هو ما يقدرش يهوب ناحيتك. خليك أنت في شغلك يا أحمد وما يهمكش، ده أنا بالعكس ده أنا هديك علاوة لأنك إنسان شريف. لا اطمن يا سيادة المستشار، إن شاء الله خير. أهو البوليس عندي هو عشان يمضيني على المحضر التاني. لا، المحضر الأولاني كان بخصوص الواقع، لكن المحضر الثاني علشان المواد المخدره وتاريخ وصولها لاجزخانه ومستندات صرفها. خير ان شاء الله، اطمن. مع السلامه. المحضر لو سمحت يا دكتور. حاضر. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده كان هنا تاني ليه؟ وانا جاي لي من وراك غير وجع القلب والمحاضر؟ انا اسف يا ماما، انا حاسس ان الدربكه دي كلها بسبب. عشان بعد كده تخلي بالك وتفتح عينيك كويس قوي للي انت بتشتغل معاه. بعدين انت ايه اللي جابك تاني؟ جيت عشان ابلغ حضرتك ان مدير الشركه اللي انا بشتغل فيها قرر يفصل ابو خاطر نهائي، عشان بس تطمني وتطمني بابا ان الشركه اللي انا بشتغل فيها فل الفل ومية مية. استغفر الله العظيم، المفاتيح كانت هنا، راحت فين؟ اتسرقت هي كمان؟ تلاقيها هنا ولا هنا؟ يعني هي عادتك ولا هتشتريها؟ ما انت كل يوم تسيبي المفاتيح في حته وتقعدي بقى طول النهار تدوري عليها. اسيبك بقى تدوري عليها واقول لك سلام. استنى خش اشوفها في المعمل، انت ما وراكش غير البغبغه ووجع القلب. الو، ايوه شريف، انا احمد. لا بتكلم الاجزخانه، حصلت مشكله كبيره، لخبطت خط سيري كله. لا جاي ما تخافيش. يلا مع السلامه. برضه مش لاقيه المفاتيح. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذن انا بقى ماما. خير يا دكتور، ايه اللي حصل؟ هقول لك يا دكتور علام، بس لو سمحت معاك نسخه ثانيه من مفاتيح الاجزخانه. ايوه معايا. طب اديهم لصدي عشان يطلع لي نسخه عليهم. يا عم صدي. افندم يا دكتور، نسخه ثانيه على المفاتيح دي بسرعه. حاضر يا دكتور. بسرعه ونعم يا عم صدي. انا البوليس استدعاني بخصوص اللي حصل في الاجزخانه، قلت الاول اجي اشوف ايه اللي حصل. عشانك يا قمر اطلع لك القمر، مادام حياتك قمر اطلعك يا قمر. بابا بابا مين؟ انا سونيا. ادخلي يا سونيا. صباحي. ايه ده؟ حضرتك حافية وبتكنسي؟ ده شغلي مش شغلك انت. اوكي. صباح الخير يا هان. وده ايه اللي جاي وده كمان؟ اوراق مهمة لازم حضرتك تمضيها. انا في شهر العسل ومش همضي اوراق. اتفضل بقى خد الاوراق وامشي دلوقتي. دي عقود شراء، ما ينفعش امضي عليها بالتوكيل اللي معايا. وانا مش همضي على اي حاجة. خد الاوراق واتفضل. امرك يا هان. وايه اللي انت جايباه؟ ده كل اللي ممكن حضرتك تحتاجيه من اكل وشرب، هتلاقيه هنا في الايس بوكس ده. وانا مش محتاجه حاجه. اتفضلي بقى خدي الحاجات اللي جبتيها وامشي انت كمان. اقفلي باب وراكي. حاضر. عشانك
لك يا قمر طرم، اطلع لك القمر فرم، ما دام هواك قمر اطوعك يا قمر من احبك احبك يا قمر. اخبار ورشه الجلد ايه؟ لا الحمد لله الصناعيه كلهم كويسين ما عدا الواد ده. يا ريس حسن، ده رمز وجلال هم اللي بيشتغلوا بسرعه بسرعه، عشان كده بيتلصقوا الشغل. لو كانوا بيتلصقوا الشغل عمك فانوس هيعلمهم الصح. لا يا ريس حسن، معلم فانوس مستقصدني بعيدني كل الشغل ومش عاجبه اي حاجه. عشان مش عايز تتعلم وفاهم الصنعه فهلاوه وكروات. انا اشطر منهم كلهم، وعلى فكره بقى ياخد يوميه زيهم هموتهم كلهم. بتضحك عجبك؟ اصله فكرني بواحد اعرفه من ايام الجامعه اسمه عاطف رياض، دخل قبلنا الجامعه بعشر سنين وتخرج بعدينا بخمس سنين، وكل ما يسقط في ماده يكره كل الطلبه اللي نجحوا فيها. في ناس كده بدل ما تعترف بغلطها وتصلح نفسها لا يجروا ويهدوا نجاح الغير. رأفت بيه، المكالمه الخارجيه اللي حضرتك طالبها ما بتردش، في نمره تانية طوال من السوشيال حضرتك؟ لا مفيش غيرها. الظاهر جت يا باشا. الو؟ ايوه يا عزيز. اهلا يا مدام بشريه. انا رأفت غندور. يا ترى الدكتور عزيز موجود؟ لا ابدا، انا بس كنت عاوز اطمن اذا كان ورق استمارات نجاح لبنى وصلت ولا لا. ميرسي قوي يا سياده المستشار. هي الاوراق وصلت. ميرسي خالص. لا في الحقيقه احنا لسه ما استقرناش اذا كانت لبنى هتكمل دراستها هنا او في مصر او في باريس. ما احنا هنسافر باريس بكره ان شاء الله. وعلى فكره بقى بالمناسبه دي احنا عاملين حفله كبيره قوي، هيحضرها ناس مهمه جدا والسفير المصري وطبعا زملاء عزيز. لا طبعا مش ممكن هنعيش في باريس العمر كله يعني. لا ما تخافش، عزيز هيبقى عنده طبعا زيارات مكوكيه كتيره قوي. على فكرة يا ريت ما تنساش تسلمي على المدام. لا اقول لك بلاش لانها بتغير عليك قوي. اوكي مع السلامة. لبنى نقي بقى معايا الفستان اللي هلبسه ده. عارف ايه رأيك في ده؟ بلاش، شوفي بقى حلو ده. طب استني بقى افتكر الفستان ده هيبقى ذوقه رفيع. طبعا يا مامي هيبقى رفيع قوي. ما انا حبيبتي لازم ادقق في الاختيار لان الحفله فيها ناس هاي كلاس. عندهم بنات قريبين من سني. طبعا، وانا طبعا ما نسيتش اعزمهم لك حبيبتي. كويس جدا يا مامي. وبعدين بقى انا 100 مره قلت لك مامي اوعي تقولي الكلمه دي قدام الضيوف لا تفضحينا. حاضر يا مامي. هتطلبي مين يا مامي؟ هطلب روز ميري، هاخد رايها برضو في الفستان. ذوقي خواجاتي. انت لما تقولي لها المناسبه هتضطري تعزميها، وبابي قال خواجات. لا دي صاحبتي ولازم اعزمها. هاي روز. ادخل. شو القصه يا ريال؟ يوم اجازتك وجيت تشتغل قلنا اوكي ما في مانع. كمان تنسى انه صاير عندك حفله اليوم في المنزل؟ يا عمنا الساعه لسه 5:30 والحفله الساعه 8:30، يعني لسه فاضل 3 ساعات و10 دقايق. عجيبه مظبوط والله. بدي اعرف كيف بتحدد الوقت من دون ما تنظر للساعه، هذه معجزه. مكان البوفيه هنا كويس جدا بعيدا كل الضيوف. معك حق، انا فعلا كنت عاوزه البوفيه يكون بعيد عن حركه الضيوف. مامي بابا جه. وبعدين معاكي حبيبتي، انا قلت لك 100,000 مره اسمه بابي. الله. حاضر يا ماما. طب انا ماشيه. ماشي اوكي. روز ما تتاخريش، ميعاد الحفله الساعه 8:30. اوكي انت كلم جوزه وانا بعدين يجي على طول. اوكي باي. ميري دي
ايه اللي جابها هنا دلوقتي؟ طلبتها تيجي اخد رايها في الفستان اللي هلبسه النهارده، وكمان اخد رايها في ترتيبات الحفله. يعني انت عزمتيها؟ ايوه عزمتها، دي الصديقه الوحيده اللي ليا في البلد دي. بس احنا ما اتفقناش على دعوتها. وكمان ما اتفقناش على عدم دعوتها. مش رأي. في ايه يا حبيبي؟ اذا كنت عايز تغير نظام حياتنا اوكي انا موافقه، بس بلاش النهارده الله يخليك، عشان مش عايزه ابوظ الحفله. عزيز، اظن من حقي اسال ومن حقي كمان انك تجاوبني. اجاوبك على ايه بالظبط؟ ايه اللي حصل من روز ميري بالظبط ومخليك مش طايقها؟ انا مش طايقها وخلاص. يا سلام زيزو، ما تكونش البنت حليت في عينيك وعكستها طنشتك. هنبدا في الكلام الفارغ بقى. انا عارفه انه كلام فارغ وسخيف كمان، لاني متاكده انك مش ممكن تبص لواحده تانية. من فضلك يا بشريه بلاش تغير القضيه اللي بنتكلم فيها. انت مش طايق البنت دي ليه؟ مش مساله البنت دي، انا مش عايز خواجات اطلاقا في حياتي. يا سلام، ومستر يانج شو الصيني ده؟ مش خواجه ولا هو خد الجنسيه المصريه ومن ورايا وانا مش عارفه؟ مستر شو ده راجل زميلي. وهي صديقتي، مين احق بقى بالدعوه، زميلك ولا الصديقه؟ اذا كنت بقى عايز تعمل ديكتاتور وعنتر زمانك اوكي ما عنديش مانع، موافقه، بس لازم تكون فير. الدكتاتور ده اللي بيؤمر ومحدش يناقشه، انما انا بناقشك في الموضوع. المناقشه دايما بتنتهي بخناق، وانا بصراحه الليله ماليش نفسي اتخانق. الله يخليك، عن اذنك بقى عشان اروح اجهز البار للي نفسي ياخد درينك. عن اذنك. ايه انا بار ايه ودرينك ايه؟ انت بتتكلمي في ايه؟ المكان ده لازم يفضل محترم، مش نقلبه نايت كلاب. ما هو ده اللي بيحصل في كل حفلات الناس الهاي كلاس. انا ماليش دعوه باللي بيحصل، ليه دعوه بنفسي، بالمكان اللي انا جاي منه. انا جاي من مصر، فاهم يعني ايه مصر؟ مصر اللي زرع جواها مجموعه من القيم هي اللي خلتنا نحافظ على البيت ده لغايه دلوقتي وانت فيه.